في كاهن لوثري بيقول: في ألمانيا أولا جاءوا للشيوعيين ولم أبالي لأنني لست شيوعيا، وعندما اضطهدوا اليهود لم أبالي لأنني لست يهوديا، بعدها عندما اضطهدوا الكاثوليك لم أبالي لأنني بروتستانتي، وعندما اضطهدوني لم يبقى أحد للدفاع عني. رح أعرفكم أول شيء كيف كنت عايشة قبل 15-3. ربيت حياتي بعيلة مسيحية وعشت في حارة بتعتبر في معظمها مسيحية. درست مدرسة تابعة للكنيسة، كبرت تطوعات لمنظمات كمان تابعة للكنيسة، يمكن لغياب منظمات المجتمع المدني أو لأسباب تانية ما بعرف. لفترة من حياتي أنا وعم أكبر كان دائرة معارفي ومجتمعي مقتصرة تماماً على الناس اللي بعرفهم من كنيستي، ورغم أني حشرية وعندي كتير اهتمامات، ولا مرة كان من هالاهتمامات هو الشأن السوري، وكنت أسمع النصيحة اللي بتقول بعود عن الشر وغني له، وكنت بعرف عن تيارات السياسيين بلبنان أكثر معرفتي أي حدا سياسي سوري، كنت بقدر جادل فيهم بسلاسة. بحياتي ما انتخبت أو صوتت، بحياتي ما حسيت أصلاً أنه في حدا ما فارق معه صوتي أو بيمثلني بهالحكومة أو أكل همي. نسبوني لحزب البعث مثل كتيرين أنا وصغيرة من دون ما حدا حتى جدياً ياخد رأيي. بعدين مع دخول الإنترنت لحياتي والجامعة توسعت دائرة معارفي وصار عندي موقع على الإنترنت، فيسبوك وتويتر، وصرت أكتب بأشياء بتهمني. كنت أكتب بمنتدى اسمه أخوية، رغم أني كنت حاول بعيد عن الكتابة بالشأن السوري ما قدرت إلا يلفت نظري تجربة شباب مثقفين كتير كتبوا وتم اعتقالهم بسبب كتاباتهم. هالشباب أثروا كتير فيني وخلوا لقضية الاعتقال وش وناس أكل همهم. ورغم هيك وقت كنت أحضر تلفزيون كنت شوف مؤتمرات التعايش المسيحي الإسلامي عم تقول أني أنا كأقلية مسيحية في سوريا أنا كتير مدللة وأخذ حقوقي، وما أنا طلع هيك يا أخي شو هنن حقوقي لآخذتهم، لأتفاجأ أنه شعري مبين بلبس على كيفي وعندي حرية العبادة، وأني لازم أكون ممتنة على هدول الحقوق مع أنه حقوقي السياسية كلها ماني آخذتها. لازم أكون ممتنة أنه فيني طلع شعري بس ما فيني طلع رأيي. وقت بديت الثورة بسوريا رح استعمل لافتة استعملوها الشباب بالزبداني وبتقول إني أبشركم بفرح عظيم، هالفرح يكون لجميع الشعب. وهالفرح كمان بلافتة تانية إني لست أقلية في وطني، ما عد أنا أقلية، أنا مواطن سوري بيحمل هم المواطنين السوريين وهواجسهم. إيه أنا لازلت بنت كنيسة ولازلت فخورة بمسيحيتي، بس اليوم بحمل هاجس جديد، هالهاجس وهاجس السوريين ولاد بلدي وحقوقهم. صرت مثلي شباب كتير، صرنا نستعمل مصطلحات جديدة علينا مثل بيمثلني وما بيمثلني للدلالة على جماعات سياسية أو حتى على فكر أشخاص. صرنا نحن المقموعين أكترية وبدنا نرجع حقوقنا كلها وبدون ما نفاضل بين حق أو تاني. حق العبادة مهم مثل حق التعبير عن الرأي، ومش ممتنين بصراحة على ولا شيء. بعد الثورة صار الشأن العام السوري هو شأن عام، رجعنا نحكي بشؤوننا بسياسة بلدنا شو بيناسبنا وشو ما بيناسبنا، أحاديث بتمسنا بالعمق ويمكن بتمس حياة أولادنا حتى. كيف أشوف مستقبل المواطنة ببلدي؟ أنا برأيي تنصل لمواطنة عادلة ومساواة بدنا طريق طويل 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 نقطعه، بس قبل ما نقطع هذا الطريق الطويل في صخرة كبيرة هي الدكتاتورية عم تسد هذا الطريق، ومن دون ما الصخرة تروح ما فينا نمشي ولا خطوة بهالطريق ولا حتى نحلم. وحتى لو هالصخرة راحت بضل قدامنا الطريق الطويل اللي لازم علينا نقطعه. برأيي لازم نتجه لحريات أكثر، لسيادة قانون، لعدالة بين الناس. الناس تعبت من القمع، من الفساد، من المحسوبيات، انه في حدا عم يسرق لها صوتها. مستقبل المواطن اللي انا بحلم فيه بسوريا، لا مو بس بحلم فيه، اللي انا وكثيرين عندي ثقه انه نحن رح نسعى لنبني ونحاول ونضل نحاول، هو عقد اجتماعي جديد بين الناس. هالعقد الاجتماعي تاخذ فيه الناس ابسط حقوقها. الناس بمجتمعاتنا اذا كانت ساكته ما يعني انه هي كانت عايشه واخذ حقوقها. مستقبل المواطن اللي رح نناضل كرماله بسوريا هو دولة مدنية تعددية، دولة مساواة وعدالة، بيشعر فيها كل شخص من هالنسيج الاجتماعي الغني بالاختلاف انه سوريا بلده. بعرف انه كتيرين منكم متشككين بانه لوين رح تفضي هالثورة والثورات العربية ككل، ورح اخذ من الانجيل وقول لكل المتشككين تعالوا وانظر، لا ورح اقول اكتر تعالوا وانظر وشارك، نحن مدعوين نعاين ألم هالناس البسيطة. المظاهرة معنا على الشاشة، مظاهرة على بعد 10 دقائق منك بالسيارة وين ما كنت انت بسوريا. لازم نحن مدعوين نشوف ألم الناس اللي بتعتقل، ألم أهالية اللي بتلوث أيادي لتعرف هي وين بس بأي فرع.
المواطن لأي عنصر أمن فيه يتطاول عليه ويدوسه، ألم الناس اللي الفساد ما ترك لها ولا فرص وخلاها تجبرت تهاجر. ثم أحد تلاميذ يسوع المسيح كان هو كمان متشكك من القيامة، واقترب وحط إيده على الجرح في يد يسوع المسيح. نحن مدعوين نحط إيدنا على الجرح لنتأكد من الحقيقة. نحن مدعوين عين جراح شعبنا وآلامه لنقدر نبني معه مواطنة عادلة. ما فينا نتقوقع على خوفنا ونتوقع أنه الآخر رح يضل يستجدي مشاركتنا. إذا كنا خايفين على حقوقنا بالمستقبل، لازم نطالب بحقوقنا اليوم. لازم نترك القوقعة تبعنا ونشارك. إذا خايفين هالثورة تحرف مسار البلد، خلونا نحن نشارك ونحاول نحرف مسار الثورة. إذا نحن خايفين من العنف، خلينا نرجع أصواتنا لنكون رسل العنف. معظمنا من قبل الثورات بكتير كان بيعرف شو عم يصير بالعالم العربي وبأقبية المخابرات، بس هيك رغم انه وقت خوفنا رح يمنعنا انه نحن نحكي ورح يخلينا خوفنا ننكر آلام الناس، اخاف انه نحن ننتهى مثل بطرس عم نبكي وقت عم يصيح الديك. لازم نترك ورانا الإسلاموفوبيا تبعنا ونتصالح مع الموروث الديني لمجتمعاتنا. مجتمعاتنا منا متطرفة، مجتمعاتنا متدينة، ومش مطلوب من الآخر أبداً أنه يطلع عن دينه لإثبت لي حسنيته. مطلوب لنا بشكل سريع أن نجد نفسنا متصالحين مع المؤمنين في مجتمعاتنا، مع العلمانيين والملحدين واللادينيين وحتى اليسار الناشط يمكن بسوريا. مستقبل المواطنة متعلق بمدى تخلينا عن تقوقعنا بانتماءاتنا، عن تخلينا باحتمائنا بالديكتاتوريات، لأنه نحن منعتقد أنه هي عم تحمينا مما هو أسوأ. مستقبل المواطنة متعلق بقديش منشارك لنرجع السلطة لإيدين الناس والحقوق اللي انسرقت لها سنين. الآخر مش عم يقصينا اليوم، نحن بكتير أوقات عم ننقب حالنا عن هواجس الآخر وثورته وانتهاك إنسانيته. نحن بكتير أوقات عم نختار وبملء إحرادتنا الحرة للأسف إنه نصم سمعنا عن صرخة شعبنا. كثيرين بيسألوني وقت بنحكي عن مستقبل المواطنة، مانك خايفة على المسيحيين؟ مانك خايفة على الوجود المسيحي في سوريا؟ من الإبادة، من فقدانهم لحرياتهم، من التهجير مثلا؟ أول إجابة بتخطر لي هو أني خايفة على المسيحيين من شيء أكبر من هيك بكتير. أنا خايفة وقت يجي المسيح ويسألنا عن عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين يقلنا كنت غريبا فما أويتموني، ويسألنا عن الأطفال اللي بالمدن المحاصرة ويقلنا كنت جائعا وأطشانا فما أطعمتموني، وعن مئات الآلاف من المعتقلين والمفقودين كنت سجينا ومريضا فما زرتموني. أنا خايفة على المسيحيين أنهم ما يبقوا مسيحيين، وأنه ما يضل المسيح هو محور وجودهم. أما مستقبل المواطنة بسوريا فأنا واثقة وبهتف على العالي مع السوريين اللي عم يهتفوا برا بالآلاف، يمكن أنتم ما عم تسمعون. واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد، الله أكبر، حرية، إسلام ومسيحية، ولا إخوان ولا سلفية، بدنا دولة مدنية.